السلام عليكم، الله يسعد مساكم يا رب. شو اخباركم؟ انا هلا بشارع المهد ببيت لحم، الي فتره الي كم يوم مش منزل فيديوهات ومش عم نحكي مع بعض، ومش عم نزل فيديوهات بخصوص المواضيع اللي بنحكي فيها باستمرار. شوي انا بعتذر منكم وبتاسف لانه ما عم بتواصل كتير معكم. الله يعطيكم الصحه يا رب. اسمحوا لي انا شوي عشان ملتي بالشغل، مش عم بنزل فيديوهات ولا شيء، بس دائما بتفقدكم ودائما بتفقد التعليقات وبحاول ارد وبشوف كل اللي بتبعتوا لي اياه وكل اللي بتواصلوا معي. اي شيء، اي حدا بيسال، اي حدا عنده استفسار، انا ما عندي مشكله اني ارد عليه، بس شوي بالفيديوهات مش عم بلتزم بالفترة هاي. اسمحوا لي. الله يسعد مساكم يا رب، يعطيكم العافية.